أهلا بكم. وضعت سيدة تبلغ من العمر 100 عام حدا لحياتها بمسكنها الكائن بدوار إنقاد بالجماعة القروية أكادير أي تملل ضواحي تالودان. وأفاد مصدر محلي أن عناصر الدرك الملكي بمركز تلوين توجهت إلى عين المكان للتحقيق في ملابسات الحادث، إذ لم يتم تحديد سبب إقدام السيدة العجوز على الانتحار داخل منزلها، حيث وجدها أحد أبنائها وهي معلقة بأحدى الغرف بواسطة حبل حول رقبتها. وتفيد المعطيات المتوفرة أن الهالكة التي كانت تعيش في الفترة الأخيرة من حياتها وضعية نفسية واجتماعية متدهورة استعملت حبلا وشنقت نفسها وسط المنزل الذي عاشت فيه. وفور وقوع الحادث حلت بعين المكان عناصر الشرطة والسلطة المحلية والوقاية المدنية، وتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، وتمت مباشرة تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لاستجلاء ملابسات إقدام عجوز عمرها 100 سنة على الانتحار. والسؤال المطروح، هل انتحرت بالفعل وهي تبلغ من هذا العمر، أم أن هناك أياد خفية هي التي تسببت في الانتحار؟ إن لله وإن إليه راجعون. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.